الدمرداش، ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا، اتشرفنا بحضرتك النهارده. احنا كمان سعداء جدا ان احنا حضرنا النهارده، وحاجه كويسه جدا بصراحه يعني. اوكي، كنت عايز اعرف من حضرتك تنصح الشباب المحاميين الجدد بايه؟ انه ياخدوا الامور بجديه اكتر من العادي، اولا يعني يركزوا على المواد القانونيه بشكل كبير، واللغات كمان لانها بتفرق كتير قوي في طريقه التعامل والموضوعات اللي بيتعاملوا معاها، وانهم يكتسبوا خبرات من الناس الاكثر منهم خبره، وبالذات مكاتب المحاماه اللي عندها اسم كبير في المجتمع القانوني. اوكي، ايه راي حضرتك في المجتمع القانوني في مصر؟ بصي، محتاج شويه نوع من التقارب وتبادل الخبرات والمعلومات بين الناس اللي شغاله في المجتمع القانوني، لان حاسس ان زي ما يكون جزر منعزله، كل واحد بيشتغل في ناحيه مختلفه عن الاخر يعني. تبادل الخبرات ده هيفيد الشباب كتير قوي، ويديهم خبرات ممكن يعود سنين طويله على ما يكتسبوها، فده دور المجتمع القانوني ان هو يدي التريننج ده للشباب الصغير وينقل لهم هذه الخبرات. اوكي، حضرتك شايف ايه فايده قناه زي لو تي في؟ يعني هتفيد ايه في المجتمع؟ قناه زي لو تي في ممكن تبقى مفيده جدا، خاصه للشباب الجديد، ممكن تعمل الدور اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو التقارب بين الناس اللي شغاله في المجتمع القانوني، تحط الحاجات الجديده، الاحكام الجديده، المبادئ القانونيه اللي تم استحداثها، الخبرات الجديده اللي ممكن الناس تستفيد بيها يعني. وتعرف ان الحقوق برضو والالتزامات كل حاجه للمواطن. نوع تاني بقى ان انت تعرفي المواطن العادي جزء من حقوقه القانونيه باسلوب بسيط بعيدا عن المصطلحات القانونيه اللي تستخدم في التدريس، فكنوع من الثقافه القانونيه يعني. اوكي تمام، ايه راي حضرتك النهارده في الايفنت؟ والله لحد دلوقتي كويس جدا. لا عجبني جدا، واتمنى ليكم التوفيق، وان الفكره نفسها الشباب الصغير بيعملوا هذا الموضوع لتقريب وجهات النظر وتقريب المجتمع القانوني ببعضه وتبادل الافكار دي، انا شايف ان هي حاجه مبشره جدا.